عودة إليكم أعزائي المشاهدين لاستكمال هذه الحلقة الشيقة من برنامج طريق النجاح، والذي نجريه اليوم مع رجل الأعمال والملياردير المعروف السيد عبد الكريم أبو صبيح. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الكريم. أهلا أهلا أستاذ عبد الكريم، يعني يحضرني سؤال صراحة يتردد على بال الكثيرين ويتردد على بالي أنا شخصيا، وهو كيف استطاع السيد عبد الكريم أبو صبيح شق طريق النجاح والوصول إلى ما وصل إليه، وكيف استطاع جمع هذه الثروة الكبيرة والوصول إلى ما هو عليه اليوم؟ ما هو سر نجاح السيد عبد الكريم في حياته، وكيف استطاع جمع كل هذه الثروة؟ في الحقيقة يا ابني سؤالك كثير حلو، سؤالك كثير منطقي. إحنا كرجال أعمال دائما نتعرض لهذه الأسئلة. في البداية يعني سر النجاح، كل إنسان عنده سر نجاح في هذه الدنيا، عرفت كيف؟ فأنا مثلا يعني كده أقول لك إياها، حابب نعمل معك شغلة على الهواء مباشرة. هذا شك يا ابني، تفضل عبي الرصيد اللي بدك اياه، اكتب المبلغ اللي بدك اياه. عدم المؤاخذة استاذ عبد الكريم، اكيد ما كانش هذا الهدف ابدا من السؤال تبعي، يعني انا هدفي انه عمالي بسالك عن طريق نجاحك وكيف يعني الاسلوب العملي للوصول الى النجاح، فاكيد هدفي ما كان مادي ولا هدفي له علاقه بالمصاري، انا اسف يعني. لا تخجل ولا تتردد، انت بس عبي المبلغ اللي بدك اياه واكتب. عفوا عفوا استاذ عبد الكريم، انا اسف يعني يمكن نفهم سؤالي بطريقه خاطئه، يعني انا كنت اسالك عن تجربتك العملية في الحياة، فأكيد هدفي ما لهش علاقة في المصاري، يعني أنا هاس ممكن انفهمت بطريقة خاطئة، أكيد فهمتني غلط حضرتك. لا أنا ما فهمتك غلط، أنا عملت معك وجاوبتك على سؤالك بالأسلوب العملي تاعي. كان بإمكانك يا ابني الآن تعبي المبلغ اللي بدك إياه وتكون أغنى مذيع على مستوى العالم كله، لأنه أنت الآن ضيعت فرصة في حياتك. أنا كرجل أعمل ما بضيع ولا أي فرصة، كان بإمكانك ابني يكون أنت الآن أغنى مذيع، وأنا رجل كرجل أعمل حبيت أقول جاوبك على سؤالك بالطريقة العملية. سر نجاحي أنه أنا ما بضيع ولا أي فرصة، زي ما أنت الآن ضيعت فرصة من بين إيديك كانت ذهبية لإلك، فأنا رجل ما بحب أضيع ولا حاجة علي. طب عدم المؤاخذة أستاذ عبد الكريم، معلش إذا عدنا اللقاء من الأول يا محمد. لا 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 ما تتعب حالك، انت عملت زي كثير من الناس بتجيهم الفرصة بضيعهم بضيعوها من ايديهم. الفرصة يا ابني بتجي مرة واحدة، يا اما بتستغلها صح يا اما. لمزيد من الفيديوهات زوروا موقعنا على الفيسبوك ليزر كليب للإنتاج الفني.